Alo. İyi, çok sen telefon atmıyorsun. Helal helal edin. Naam. Ana Cem, min hazırtak? Ma bedir ızgur ismi at telefon. لأنه الموضوع اللي راح أقول لك إياه خطير كتير. موضوع شو؟ قلت لك ما بقدر أذكر اسمي. وين بتريدي نتقابل؟ كيف بدك ياني أقابل حضرتك وأنا ما بعرف مين أنت ولا الموضوع اللي عم تحكي عنه؟ من مصلحتك توافقي. لأنه الموضوع بيتعلق بالكولونيل آرثر. وين بتحب نلتقي؟ ما فارق معي. حددي المكان اللي بيعجبك. أوكي. رح كون هنيك على الثاني. شو قالت لك؟ ما في شي مهم. أنا نازل قبله. أوامرك. خبرني فورا باللي بصير معك. مدام جين؟ أولغا، شو عم تحكي انت؟ معقول كلمتين دافعين من واحد كافر يهزوا ايمانك الصافي النقي ويخلوك تشك بامومتك للمسيح المخلص؟ حتى لو كان كلام عمي روزين غلط وفي مسيح مخلص حيجي، مستحيل يكون انا امه. ليش؟ لأنه مو معقول تكون أم المسيح زانية. أولغا، يلي صار بيناتنا ماله زنا. أنا زوجتك قدام القدوس تبارك هو. ما قصدي عليك. كان على مين؟ الشماس اللي بيخدم عندك. اغتصبك. لكن شو؟ أحكي بسرعة. شرح لي شوية الدين وأخذ أجرته.